دكتور محمد باغا استاذ التمويل والاستثمار معانا دلوقتي على التليفون. يا دكتور تحياتي لحضرتك واهلا وسهلا بيك. تحياتي يا فندم، اهلا بحضرتك وللساده المشاهدين الكرام، اهلا وسهلا. المنفعه اللي هتعود لتطبيق هذا القرار على القطاع الخاص؟ هو طبعا موضوع التعويضات ده يعتبر من اهم الامور اللي بيتم مناقشتها في قانون العمل الجديد. الحقيقه يعني هو وافق عليه مجلس الشيوخ، وفي الاسابيع القادمه هينتقل الى مجلس النواب وتتم يعني مناقشته والموافقه عليه اعتقد يعني. النهارده المجلس الاعلى للاجور حدد القيمه اللي هي الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص ب 2400 جنيه، ده شيء طيب جدا، شيء جميل. وما ننساش برضو ان هناك بعض القطاعات اللي يمكن استثنائها من هذا القرار، نظرا ل انه تقريبا نسبه تكاليف الانتاج عندها بتشتمل على 25% تقريبا بتذهب الى الاجور والمرتبات، فبالتالي تطبيق هذا القرار ممكن تصل لهذه النسبه طبعا لنسب عاليه جدا، وبالتالي زياده العبء التكاليفي او العبء المالي على هذه الشركات، وبالتالي من الممكن جدا تعثرها ومن الممكن جدا ان هي تغلق. فاحنا حذرين جدا كدوله ان احنا بنطبق هذه المنظومه، اللي من حق العامل طبعا ان هو يحصل على اجر عادل، ومن حق العامل ان هو يبقى له حياه كريمه مرفهه، ومن يعني يستحق عدد ساعات العمل التي يقضيها في العمل ان هو يستحق عليها اجر مكافئ لهذه الساعات. هي هو موضوع شائك جدا. يعني ليه شائك يا فندم؟ لانه العالم النهارده في حاله رعب شديد من الركود التضخمي او الاستاجفليشن اللي بنقدر نقول عليه. أنا أستأذنك بس يا دكتور محمد، لو حضرتك تقف في حتة فيها شبكة أكون شاكرة جدا ليك. كده الصوت كويس يا فندم. اتفضل يا فندم. يعني العالم النهارده بيواجه شبح ما يسمى بالركود التضخمي أو الستاكفليشن، وده يمكن كان في تطبيق في دول زي الولايات المتحدة الأمريكية والصين والدول الكبرى، إن هي طبقت فكرة رفع الأجور، وكان بالتالي دخول هذه الدول بشكل مبكر إلى هذه المرحلة من الستاكفليشن. إحنا مش عايزين كبيئه مصريه ان احنا نصل الى هذا الحال. يمكن احنا ما عندناش المقومات او المسببات لهذا الركود التضخمي، ولكن نكون حذرين جدا فيما نفعله. طبعا ارتفاع الاجور سيؤدي الى ارتفاع في معدلات التضخم خلال الفتره القادمه. احنا عندنا النهارده معدل التضخم تقريبا يقارب 8%، احنا كنا بنتحدث في بدايه العام كان 5%، طبعا ده راجع لارتفاع الاسعار عالميا. فبالتالي زيادة القوى الشرائية مع الناس، احنا بيشتغل عندنا في القطاع الخاص تقريبا ما يقارب 7 مليون فرد يعمل في هذا القطاع، فبالتالي سيؤدي ذلك إلى ارتفاع يعني يمكن بنسبة متفاوتة شوية تصل إلى من 0.5 إلى 1.5% خلال العام القادم بالتطبيق لمثل هذا القانون. يعني هي دي الإشكالية بس اللي أنا يعني خايف أو قلقان منها، ولكن يعني طبعا احنا بنقول إن الحد الأدنى لابد من تطبيقه وتطبيق ما يسمى بعدالة الأجور طبعا في الدولة المصرية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد باغا أستاذ التمويل والاستثمار على هذه الإيضاحات.